السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث Primary 3 أو الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الأول، والنهاردة هنشرح Lesson 23 و 24 Part 1 وPart 2 و25 كمان. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 23 multiplies of 2 and 3 and 4، جدول الضرب بتاع 2 و3 و4، ده بمنتهى البساطة وباختصار. فهنا بيدينا التايم تيبل بتاع 2 و 3 و 4 كمان. فهنا بيوريك لما بتضرب number 2 في أي رقم الناتج أو البرودكت هيبقى عامل إزاي. 2 by 1 2 by 2 2 by 3، طبعا ده حفظ صم زي اسمنا، ولازم تبقى فاهم إزاي تحل المسألة دي. فهنا بنضرب 2 في أي رقم بيدينا برودكت أو ناتج. 2 by 7 مثلا بتبقى 14. ليه؟ لأن 2 by 7 بتساوي أو equals 7 plus 7، 7 مرتين. في الـ time table بتاع number 3 عندنا 3 بنضربها في أي رقم برضو بيدينا product أو ناتج أو حاصل الضرب. فمثلا لو قلنا 3 times 6 أو 3 في 6 equals 18. ليه؟ لأن لو إحنا حللناها وعملناها addition sentence وعملناها in addition sentence هنلاقيها 6 plus 6 plus 6، 6 ثلاث مرات، هتبقى برضو 18 زي ما احنا شايفين قدامنا. فلازم نحفظ ال time table بتاع 2 و 3 و 4 علشان نقدر نحل ال lesson 23 بمنتهى السهولة. طبعا هنا homework، كل ده homework. هنا فوق بيدينا word problem أو مسألة كلامية جميلة قوي على الجزء ده. فبيقول لنا هنا أحمد has 5 baskets، أحمد عنده 5 سلال. There is one orange in each basket، في برتقالة في كل basket. How many oranges are there in all، في كم برتقالة فيهم كلهم؟ طبعا هنعمل 5 اللي هو 5 baskets أو 5 سلال times 1 أو في 1 equals 5 oranges، بتساوي 5 برتقالات. تمام. الملحوظة اللي أنا عايزك تعرفها إن أنت أي حاجة هتضربها في 0 هيبقى الناتج 0. يعني لو قلت 3 by 0 equals 0، 1 by 0 equals 0، لأن 0 لو ضربت فيه أي رقم حاصل الضرب اللي بيطلع في الآخر لازم يكون 0 برضو. تمام. فهنا بيقول لنا مثلا على جزء ده رشا has 3 baskets، رشا معاها 3 سلال. There is 0 oranges، في 0 oranges، مفيش ولا برتقالة. In each basket، في كل سلة. How many oranges are there in all، في كم برتقالة فيهم كلهم؟ هنقول 3 times 0 equal 0 oranges. وبيقول لك هنا any number، أي رقم multiplied by 0 بيتضرب في 0 equals 0، بيساوي 0 برضه. فده مهم قوي إن احنا نكون عارفين. وأي رقم هيتضرب في number 1 هيساوي نفس الرقم. يعني لو ضربنا 10 by 1 هتساوي 10، لأن مفيش أي حاجة اتغيرت. علشان كده بيفهمك وبيقول لك any number multiplied by 1 equals the same number، بيساوي نفس الرقم. يبقى أي رقم هنضربه في 1 هيدينا نفس الرقم، أي رقم هنضربه في 0 هيدينا 0. وده الجزء المهم في درس في lesson 23. تعالوا نشوف بعد كده. طبعا عندنا exercise 13 ده homework. طبعا lesson 24 part A أو الجزء الأولاني multiplies of 5, 6 and 7، جدول الضرب
الخاص ب5 و6 و7، فلازم نحفظ التايم تيبلز دي. حفظ هام ليه؟ لان هي دي، هو ده محور الدرس طبعا. فهنا بيوري لك 5 تايمز اي رقم بيدينا برودكت، زي مثلا 5 تايمز 4 ايكوال 20. ليه؟ لان انت لو عملتها في الاديشنال سنتنس هتلاقيها ال 5 دي اتجمعت على نفسها 4 مرات، فهنقول 5 plus 5 plus 5 plus 5 هنلاقيها برضو equals 20 وهكذا. فهنا بنضرب، فهنا لازم نحفظ الـ time tables دي، مهم جدا. وعندنا بعد كده homework الجدول، الأمثلة بتاعتها سهلة قوي. لو حفظت الـ time table هتحل الأمثلة كلها بمنتهى السهولة، لأن هنا زي ما أنت شايف قدامك الـ exercises كلها على الـ time tables. لو أنت حافظها هتحل المسائل بمنتهى السهولة. homework homework وعندنا بعد كده 24 lesson 24 part B او الجزء الثاني، ال time tables بتاعت 8 و9 و10. فهنا طبعا لازم نحفظ الـ time tables دي بتاعت 8 و9 و10، وبعدين هنحل عليها الـ exercises بتاعتها. مفيش أي حاجة جديدة. لو أنت حافظ الـ time table هتقدر تحل الأمثلة دي بمنتهى السهولة. عندنا هنا بس في word problems أو مسائل كلامية جميلة أوي عايزين نقراها مع بعض. بيقولك هنا a box of spread cheese، صندوق فيه اللي هي الجبنة المثلثات، has 8 pieces، فيها كل واحدة فيهم 8 قطع زي ما انت شايف قدامك كده. what is the number of pieces in 9 boxes؟ لو في بقى عندنا 9 صناديق أو 9 علب كل واحدة فيهم فيها 8 pieces، هيبقى عندنا كام piece أو كام قطعة؟ طبعا الشاطر هو اللي هيحل حاجة زي كده. هنضرب طبعا 8 اللي هما ال 8 pieces اللي في كل صندوق by 9 boxes، هيدينا كام؟ طبعا 72. شاطرين كلكم، ولازم تبقوا حافظين علشان تقدروا تجاوبوا على السؤال ده على طول. تاني سؤال بيقول لنا وائل بوت 10 boxes، وائل اشترى 9 كتب for 9 pounds بتسعة جنيه for each لكل كتاب. What is the price of all boxes؟ هو اشترى 9 كتب، هو اشترى 10 كتب ولا ايه؟ كل كتاب بتسعة جنيه. What is the price of all boxes؟ تمن الكتب كلها قد ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول 10 times 9 equal كام؟ 90. 90. شاطر. طيب في C بيقول لنا there are 8 carriages، carriages اللي هي عربية القطار، in each toy train، في كل لعبة قطار. يبقى في كل لعبة قطار في 8 carriages. how many carriages are there in 6 trains؟ لو عندنا بقى 6 قطارات هيبقى فيهم كام عربية؟ طبعا هنضرب 6 multiplied a، كل قطار فيه 8 يبقى 6 multiplied 8 بتساوي كام؟ equals كام؟ طبعا 48. شاطرين كلكم. فطبعا ده كل ده هوم ورك، واحنا قرينا المسائل الكلاميه مع بعض عشان الموضوع يبقى سهل خالص. ومدينا هنا في الاخر summary of the multiplies up to 10. ده سامري أو ملخص لجدول الضرب من 2 لحد 10. طبعا زي ما قلتلكوا ده حفظ مهم جدا، نحن نكون حافظين التايم تيبل علشان خاطر
الأسئلة هتيجي عليه. وهنروح على lesson 25 أو درس رقم 25، واسمه factor pairs أو عوامل الضرب أو أزواج عوامل الضرب. طبعا باختصار علشان أنا أشرح لكم الفكرة بتاعة الدرس وبعدين نقرأ مع بعض. أي رقم في الدنيا بيبقى فيه أرقام ممكن نضربها في بعض، الأرقام دي بتدينا الرقم ده. يعني مثلا نمبر 10 نقدر نجيبه ازاي؟ نقدر نجيبه عن طريق ان احنا نضرب 1 by 10. 1 by 10 بتساوي 10، دي اول حاجة. ممكن كمان نجيبه ازاي؟ 2 by 5، 2 by 5 equals 10. يبقى في عندنا هو 2 او 2 factor pairs يقدر يجيبوا لنا 10. اول factor pairs اللي هو 1 by 10، تاني factor pairs اللي هو 2 by 5. في ارقام بيبقى فيها اكتر من 2 كمان factor pairs. يعني مثلا عندنا number مثلا 20، number 20 او العشرين نقدر نجيبها ازاي؟ نقدر مثلا ال factor pairs بتاعتها ايه؟ 1 by 20 بتساوي 20. ممكن نجيبها كمان 2 by 10 equal 20. ممكن كمان نجيبها ازاي؟ 4 times 5 او 4 by 5 equal 20. دي factor pairs او ازواج عوامل الضرب اللي ممكن توصلنا في الاخر للناتج يكون 20 او 20 زي ما احنا بنشرح دلوقتي. فبالتالي هنا بيكلمنا ازاي الفاكتور بيرز او عوامل الضرب اللي ممكن تدينا اي رقم في الدنيا. فهنا مثلا بيقول لنا مثلا الايت في كام فاكتور بيرز ممكن يجيبوا لنا الايت؟ حد يقدر يقول لي؟ اول حاجة 1 by 8. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن نقول 2 by 4. ممكن ايه كمان؟ 8 by 1. ممكن ايه كمان؟ 4 by 2. ما احنا ممكن نغير كمان مكان الرقم. فهي الفكرة دي هي دي فكرة الفاكتور بيرز او ازواج عوامل الضرب، ان انا ممكن اغير مكان الرقم كمان، فده يبقى فاكتور بيرز تانية او زوج تاني من ازواج عوامل الضرب. تمام، يبقى كده ايه؟ احنا عرفنا الفاكتور بيرز او عوامل الضرب اللي ممكن توصلنا ل 8. في مثلا عندنا نمبر 14 ممكن نجيبها ازاي؟ 1 by 14. اي رقم هنضربه في 1 هيدينا نفس الرقم. ممكن نجيبها ازاي كمان؟ 14 by 1. ممكن نجيبها ازاي كمان؟ 2 by 7. ممكن نجيبها كمان ازاي؟ 7 by 2. دي الفاكتور بيرز او عوامل الضرب الخاصة بنمبر 14. فهنا بيقول لنا الفاكتور بيرز بتاعت الرقم الاولاني اللي هو 8 are 1 و 8 و 2 و 4. صح كده؟ عندنا أربعة فاكتور بيرز، ال 1 وال 8 وال 2 وال 4. طب ال 14 ايه الفاكتور بيرز بتاعتها؟ ال 1 وال 14 وال 2 وال 7. مش هي دي الأرقام اللي احنا بنضربها في بعض بتدينا الرقم ده؟ يبقى دي فاكتور بيرز أو عوامل الضرب الخاصة بالرقم ده. تعالوا نحل مثال كمان. طبعاً exercise 16 ده homework علينا، بس هنحل منه جزء صغير. عندنا مثلاً هنا في 16 أو رقم 16 نجيبه إزاي 16؟ 16 by 1. شاطر. 1 by 16.
تمام. 8 by 2 8 by 2 2 by 8 2 by 8 4 by 4 4 by 4 صح كده. يبقى عندنا ايه؟ عندنا الفاكتورز بتاعت ال 16a 16 طبعا وال 1 وال 8 وال 2 وال 4. عرفنا الفكره بتاعت السؤال بتاع فكره الدرس ده. تعالوا نحل مثال كمان. عندنا نمبر 12. نمبر 12 ايه الفاكتور بيرز بتاعته؟ 12 by 1 12 by 1 1 by 12 1 by 12 6 by 2 6 by 2 2 by 6 2 by 6 3 by 4 3 by 4 4 by 3 4 by 3. كل دي فاكتور بيرز بتاعت نمبر 12. فهنا الفاكتورز او العوامل الضرب بتاعته ايه هي؟ 12 أيوة وال1 أيوة وال6 وال6 وال2 وال2 وال3 وال3 وال4 وال4. شفتوا الفاكتور بيرز بتاعته قد ايه؟ شفتوا الفاكتورز بتاعته قد ايه؟ كل دي ارقام لو استخدمناها نقدر نوصل لل12 بمنتهى السهوله. واضح الفكره ولا لا؟ تعالوا بقى نقرا راس الدرس علشان خاطر اوضح لك بس هو هنا كاتب بيقول ايه. بيقول لنا هنا في اول الدرس بيقول لك فاكتور بير او زوج عامل الضرب is a group of two numbers. هو مجموعه من رقمين وي ملتبلاي احنا بنضربهم في بعض to get a product او عشان نوصل لحاصل ضرب معين. فهمتوا؟ يبقى كل رقمين بنضربهم في بعض عشان يوصلونا للبرودكت او حاصل الضرب ده دول اسمهم فاكتور بير أو زوج من أزواج مع عوامل الضرب. فهنا بيقول لنا مثلا باسم، بيقول لنا هنا مثلا four friends أربع أصدقاء، باسم ومنة ومينا وهنا ومريم. باسم ومينا وهنا ومريم each one has six identical cards. كل واحد منهم معاه ست كروت مميزة. And arranged ومترتبين them in rows of equal numbers of cards. ومقسمينهم ومرتبينهم في 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 صفوف متساوية. باسم، بص راسس الكروت بتاعته ازاي، one row والرو ده فيه الست كروت بتاعته. منا او مينا حطاهم في شكل two rows كل رو فيه three cards. هنا حطاهم في 3 rows كل رو في 2 cards. أما مريم حطاهم بالشكل ده، حطاهم في 6 rows كل رو في كارت واحد. فعلشان كده بيقولك so لذلك the number 6 رقم 6 can be arranged ممكن يترتب in different ways بطرق مختلفة into array في شكل مصفوفة and its factors وعوامل الضرب بتاعتها are 1 اللي هو ال 1 رول أولاني خالص و 2 و 3 و 6. ليه؟ لأن احنا لو جبنا كده number 6 هنشوف كده 6 بيساوي ايه؟ 6 equals 1 by 6 زي ما قلنا 2 by 3 3 by 2 6 by 1 زي ما قلنا. فهي دي الفكرة بتاعت الدرس. وكل ولما نيجي نحلل بقى الأرقام اللي احنا جبناها في 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 الفاكتور بيرز دي هنحطهم بالترتيب ده ال1 وال2 وال3 وال6. دي الفاكتورز بتاعت نمبر 6. وبكده نكون عرفنا الدرس نمبر 25 بيتكلم عن ايه. وعندنا exercise 16 في الكتاب ده homework. The homework. Homework. طبعا الجزء ده بيقول لنا هنا سؤال جميل قوي. How many different arrays can you make with the given number? انت ممكن تعمل كام مصفوفة
بالرقم اللي انا هديه لك. color the grids to show your work، لون الرسم البياني ده علشان توضح شغلك. فمثلا هنا بيقول لك هنا 10، رقم 10 وحلله لك، قايل لك اول مثلا واحده ممكن نجيبه 5 2 by 5، ممكن 10 كمان نجيبه ازاي 1 by 10 صح ولا ايه؟ ممكن 10 كمان نجيبه ازاي 5 by 2. ممكن 10 كمان نجيبه ازاي 10 by 6 10 by 1. صح، مش هي دي الفاكتورز والفاكتور بيرز بتاعت 10؟ ال 1 by 10 ده يعني صف واحد كده متكون من 10 خانات. هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنلون الصف ده كله وده حلها، يبقى ده اول واحد مفروض هنلونه. طيب تاني، طب تالت حل اللي هو 5 by 2، هنشوف بقى 2، هنعمل 5 صفوف 5 rows. اول صف هيكون 2، تاني صف 2، تالت صف 2، رابع صف 2، خامس صف 2، وهنعمل لهم color. طيب 10 by 1 يبقى 10 صفوف او 10 او 10 rows، كل رو في 1، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل color للخانات دي كلها. فهمتوا الفكرة بتاعت السؤال ده عشان لما تيجي تحلوه محدش يتخض؟ وبكده نكون انهينا درس النهاردة وانهينا معاه شرح lesson 25. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.